هذا موتور بنف اتش دي، هذا 4 كام 1. شوفوا ما شاء الله السلعه، بعد ما عمك هيكل يرقلها وينظمها ويغلفها ويغسله ويشوف نبدو احنا الامبرياج، نشوفوا اذا كان فما حاجه، نراقبوا اذا كان فما كرتير مكسر ولا حاجه، ما خلوش يعني كل شيء رجلوها. شفتوا هنا وقبل ما ركبوه هيك، هذه سيارته، هذه سيارته ليتها تو حتى الحاله هذه كلها من بعد طلع عملها طش ما خلوهاش. هذه سيارته قبل ما ركبوه هنا في سيارته، رغم ان هي حالتها تعبه ننظفوه ورجله. شوفوا ما شاء الله السلعه كاش تولي، حتى كي نجيبوه احنا نجيبوه نبدا نراقبوه، ما فيش طريقه زيت البرة قبل ما نغسوه، ووقتها نجمو نعتمدوا عليه اللي هو يكون موتور يعني باهي وما يحشمناش قراش. شوفوا ما شاء الله هذا كذا الاو اتش دي تيربو صغير، هذه الكتروفان نتاعو، هذه الكتروفان نتاعو بالهواء الالكتريك، هذه اللي هي نتاع تحلو التيربو. شوفوا ما شاء الله هذه اللي اسمه مبرد الزيت، وهنا هذا السيركوي نتاع التيربو دخول وخروج، هنا الحساس، هذا حساس الزيت اللي هو كابتن الزيت، هذا كليماتيزور. شوفوا ما شاء الله، شوفوا كل النوارة كل الورد، يعني ما نخلو شيء قبل ما نركبوه، نطلوا على الشان زاد اللي الشان اللي عنده باهية ركبوها له، واللي خايبة نحوها ولا نكلمه هو يقول جيب كيتشان كاملة هي والكروا. شوف فيه طبعا الزيوت والدنيا كلنا نعملوها له، هذه البومبات نتاعو نتاع المازوت، هذا هما الانجكسيرات، وبحذاهم البوجيات نتاع الشوفار. شوفوا شوفوا عمك هيكل ينقش ما شاء الله ربي يبارك له. شوفي هذا نتاع قياس الزيت يقول لك اوكي، وهذا الديمرار اللي هو ستارتر جاي نوتة تحت الله. وهذا الجير نتاع نتاع الموتور هذا. طبعا هذا البوات علبة السرعة، شوفوها يغلفها كل ما يخليش حاجة للصدفة، ينظفها كل ويرقلها. هذه البومبا فيت، هذا بلف التبخير خرج منه الهواء، هذا التيربو شوفوا ما شاء الله جديد، بحيث وقت يخدم تو بعد نوريكم هو يخدم. هنا هذه الفيتاسات نتاعو، هذا حساس الرجوع الخلف اللي هو شعر الضوء الخلف، هذه بقيت السلاسيون نتاعو اللي تمشي للكارتة وتمشي كذا. حنا نغسلو راه نغسلو ما نخافوش، علاش نعرفو كيفاش نغسلو، بعد نعرفو نضربو بالهواء ونخلوه ونشيحوه، ما نخافوش من الغسيل احنا في المحركات ما نخافوش. نتوكلوا على الله ركبوه في بلاصته.